السلام عليكم جميعا، معكم زميلتكم هديل صالح، وبآخر موضوع من موضوعات بايوكيمستري 1 واللي هي الموليكولر بيولوجي. هذا الموضوع كان ماخذ 15 محاضرة، وهو يعتبر من المواضيع الزخمة ومش الصعبة، يعني هو موضوع ممتع لكنه فيه معلومات كتير، فيه أشياء كتير بدها حفظ، لذلك يعني هو بده دراسة. بس اللي رح يكون فاهم هاي المادة رح يقدر انه يستمتع فيها ويشوفها انها يعني اشي حلو وبينفهم. بداية نحكي عن الموليكولر بيولوجي. شو هي الموليكولر بيولوجي؟ الموليكولر بيولوجي هي يعني من اقسام البيوكيمستري، هي عبارة يعني هي بيوكيمستري تتعامل مع موليكيولز، انزيمز، كيميكال رياكشنز. واحنا حكينا ان البيوكيمستري هو عبارة عن انه ندرس كيميكال باثويز رياكشنز، شو الانزيمز بتعمل، شو الموليكيولز اللي عنا، وكيف بتصير التفاعلات اللي بيناتها. لكن انه الموليكولر بيولوجي بيتخصص بالرياكشنز والموليكيولز والانزيمز كلية اللي بتختص بالدي ان اي والار ان اي. طبعا على عكس الجينيتكس، الجينيتكس بتتعامل، طب يعني هي برضو بتدرس الدي ان اي لكنها بتتعامل مع الجينوتايبس والفينوتايبس، انه يعني كيف الجينات اللي بتكون بالدي ان اي كيف بتم ترجمتها لفينوتايبس اللي هي يعني صفة بتطلع بالآخر، زي مثلا لون العيون والطول وغيره، وكيف بتم توارثها. وغير هيك الميوتيشنز اللي بتصير، الموليكولر بيولوجي والجينيتكس التنين بيدرسوا الميوتيشنز، لكن الفرق بيناتهم انه الجينيتكس بتدرس الميوتيشنز يعني على مستوى اكبر، يعني انه مثلا بيكون عندنا كروموسوم زايد او كروموسوم ناقص او جزء من الكروموسوم ناقص. لكن مثلا الموليكولر بيولوجي رح نشوف ان الميوتيشنز اللي بتدرسها وتتعامل معها هي مثلا السنجل بيس ميوتيشنز، يعني مثلا تغير بسيط بالدي ان اي، مثلا نيوكليوتايد واحد تغير او انحذف وما الى ذلك. فالموليكولر بيولوجي دراستها بتكون على سمولر ليفل ذان ذا جينيتكس. لو نشوف التطورات اللي قاعده بتصير، العالم حوالينا كله عم يتغير، العلم عم يتطور بسرعة، وحاليا كل العلوم بتكون about DNA and gene expression وكيف ممكن يطوروا بالأشياء اللي ممكن يسووها باستخدام DNA. طبعا هذا الاشي له اكيد negative side اللي هو الethical side، يعني مثلا ممكن من خلال هذا العلم انهم يعملوا اشياء مش ethical. مثلا الChinese scientists اللي عملوا fertilization بين two eggs of two female mice، فهذا الاشي يعني مخيف من الناحية الإثيكال. برضو له اكيد advantages كبيرة، مثل انه العلماء حاليا بيحاولوا انهم يبنوا حاسوب باستخدام الدي ان اي. ليش؟ لانهم بدهم faster transfer of electrical current، والدي ان اي acts like an electrical wire. وبرضو ليش؟ لانه الدي ان اي غير عن الستورينج ميثود تاعت الكمبيوترز حاليا اللي هي الزيرو وان ميثود، الدي ان اي عكس هذا الاشي. فيه يعني بالدي ان اي الجين اكسبريشن فيها بيكون جراديوال، بيكون في عنا يعني مراحل سترونج انترميديت زيرو، مش بس زيرو وان، في تدرجات. طيب central dogma of molecular biology، دوغما تعني اللي هي يعني initial thoughts، يعني انه زمان شو كانوا يفكروا، شو كانوا بيعتقدوا شو هو الموليكولر بيولوجي. حكينا الموليكولر بيولوجي بيدرس الدي ان اي، فهم زمان شو كانوا يفكروا؟ كانوا يفكروا انه الاشياء الرياكشنز او الانتقال بالدي ان اي، المراحل لتصنيع البروتين هي عباره عن انه دي ان اي بيصير له ترانسكريبشن لار ان اي، بعدين الار ان اي بيصير له ترانسليشن لبروتين، وانه هذا اللاين بس رايح يعني one way اتجاه واحد بس، DNA RNA protein. لكن بعدين اكتشفوا انه لا، ممكن في عندي اتجاهات اخرى. يعني هون عنا DNA حكينا بيصير له transcription ل RNA، وممكن برضو يصير عنا reverse transcription انه يتحول ال RNA ل DNA، وممكن كمان يكون في عنا line بين ال RNA وال RNA اللي هي ال RNA replication، نسخ ال RNA، وممكن برضو من DNA ل DNA اللي هي DNA replication، وعندنا كمان من ال RNA
لبروتينز. فإذا الآن عكس اللي كانوا مكتشفينه زمان إنه لا اللاين مش بس دي إن إيه لآر إن إيه لبروتين، في عنا أسهم بالاتجاه المعاكس لي من آر إن إيه لدي إن إيه ومن آر إن إيه لآر إن إيه ومن دي إن إيه لدي إن إيه. هلا بدنا نتعرف على ال DNA structure، كيف شو مكونات ال DNA وشو هو اصلا ال DNA عبارة عن ايش. ال DNA وبرضو ال RNA هم عبارة عن nucleic acids. شو هي ال nucleic acids؟ هلا احنا كنا نحكي عن macromolecules بالبيوكيمستري، حكينا عن الكربوهيدرات، حكينا عن الليبيدز، حكينا عن البروتينز، هاي كليتها ماكروموليكيولز عبارة عن بوليمرز تتكون من بيسك يونتس مرتبطة مع بعض ومكونات لهذا البوليمر اللي هو عبارة عن تشين من ريزيديوز أصغر، وهاي الريزيديوز بناتها بونز مكونة هاي التشين الكبيرة اللي هي البوليمر، وبعدين البوليمر بيصير له مثلا 3 dimensional conformation وبيكون لي اشي معين، حكينا مثلا زي بالبروتينز السكندري ستركشر والتيرشري ستركشر. نفس الفكرة هون ال DNA وال RNA هم عبارة عن nucleic acids. nucleic acids هي عبارة عن macromolecules عبارة عن polymers بتتكون من basic units. هاي ال basic units أو residues اللي مكونتها بنسميها nucleotides. فال nucleotides مثلا هاي عنا هدول عبارة عن nucleotides. هدول ال nucleotides بيكون في بناتها bonds. nucleotide جم nucleotide بتكون لي chain اللي هي البوليمر، وهذا اللي بنسميه البرايمري ستراكشر تاع النيوكليك اسيد، لانه حكينا نيوكليك اسيد بوليمر ماكرومولكيول عادي، فاذا له برايمري ستراكشر وسكندري ستراكشر وتيرشري ستراكشر. فاذا هاي النيوكليوتايد ترتبط مع بعضه بتكون لي البوليمر. طبعا اختلاف النيوكليوتايد الشيء اللي مكون النيوكليوتايد، بعدين رح نتعرف اكثر على هذا الشيء. النيوكليوتايد بيحدد ما اذا كان هذا النيوكليك اسيد هل هو دي ان اي او ار ان اي حسب الشجر اللي مكون النيوكليوتايد. فاذا النيوكليوتايد ترتبط مع بعضه بتكون لي البرايمري ستراكشر، نفس مفهوم البرايمري ستراكشر عند البروتين، بس الاختلاف انه هناك كان امينو اسيدز هون عندنا نيوكليوتايدز. بعدين هذا البرايمري ستراكشر بعدين بده يكون سكندري ستراكشر اللي هي 3 dimensional conformation of the backbone اللي هي هاي اللي هي دي ان اي دبل هيليكس السكندري ستراكشر. بعدين هذا السكندري ستراكشر بيصير له كويلينج اللي هي هو كون لي هون النيوكليك اسيد البوليمر تاعه بالسكندري ستراكشر تاعه. بعدين هذا النيوكليك اسيد بيصير لها كويلينج اورجانيزد كويلد انتو لارجر اورجانيزد ستراكشرز نون از كروموزوم اللي هي ال 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 التيرشري ستراكشر اللي هي السوبر كويلينج اوف ذا موليكيول. هي هون التف، هي الكويل دي ان اي التف بهاي الطريقة وكون لي اللي هو عبارة عن الكروموزوم. فالكروموزوم اللي هو بشكل التيرشري ستراكشر السوبر كويلينج تاع الدي ان اي. بعد ما تكون الدي ان اي دبل هيليكس بهذا الشكل بيلتف بهذا الشكل وبصير هيك شكله اللي هو التيرشري ستراكشر تاعه اللي هو الكروموزوم. فاذا لو بدنا نمشي بالعكس اللي هو هاي عندنا هون الكروموزوم، الكروموزوم هو عبارة عن السوبر كويلينج اوف ذا دي ان اي. بعدين لو فكنا هاي الدي ان اي، هاي الدي ان اي دبل هيليكس تاعه، وبعدين هي البرايمري ستراكشر تاعه اللي هي النيوكليوتايدز مرتبطه مع بعض. طيب هلا حكينا احنا عن النيوكليوتايدز وان النيوكليوتايدز هي اللي بتعمل لنا النيوكليك اسيدز. شو هي النيوكليوتايدز؟ شو الكيميكال كومبوزيشن تاعها؟ النيوكليوتايد الواحد بيتكون من ثلاث مكونات. بدايه فيه شجر، هذا الشجر عباره عن بنتوز. شو يعني بنتوز؟ يعني فيه خمس كربونات. هذا الشجر بيتكون من خمس كربونات. هذا البنتوز ممكن يكون رايبوز وممكن يكون ديوكسي رايبوز، وحكينا هذا الحكي من قبل انه اذا كان رايبوز معناها رح يكون عندنا ايش؟ ار ان اي. واذا كان عندنا ديوكسي رايبوز يعني كربون نمبر 2 ما عليها او اتش، عليها فقط اتش، يعني ديوكسي ناقص اكسجين على كربون رقم 2. اذا كان هذا الشجر ديوكسيرايبوز رح يكون دي ان اي. فهيك النيوكليوتايد بيحدد شو النيوكليك اسيد اللي رح يتم تكوينه وانتاجه. المكون الثاني للنيوكليوتايد هو النيتروجينس بيس. هاي النيتروجينس بيس اللي هي بنسميها بيورين او بيراميدين بتكون مرتبطه عامله جلايكوسيديك بوند
مع البنتوز شوجر على كربون نمبر 1 اكيد اللي هي جلايكوزيديك بوند بتكون على انوميريك كربون تاعت الشوجر اللي هي كربون نمبر 1 بتعمل هاي البوند مع النيتروجين سبيس. وثالث مكون اللي هو ايش اللي هو الفوسفيت. الفوسفيت بيكون مرتبط على الشوجر على كربون نمبر 5 اللي هي بتكون خارج الرينج تاعت الشوجر بيجي الفوسفيت وبيرتبط على هاي الكربون. اذا البنتوز شوجر كربون نمبر 2 ممكن تكون دي اوكسي وبذلك ممكن يكون ار ان اي او دي ان اي. كربون نمبر 1 بتكون عليها النيتروجين سبيس وكربون نمبر 5 بتكون عليها الفوسفيت. طيب هلا طبعا هاي الفوسفيت ممكن يكون مجموعه واحده ممكن تكون 1 فوسفيت ممكن تكون 2 فوسفيت ممكن تكون 3 فوسفيت جروبس مثل ايش مثل الاي تي بي. هلا بنلاحظ لو طلعنا على الستركشر تاع النيوكليوتايد هيك كليته شو التشارج تاعته نيجاتيف يعني هاي عندنا الفوسفيت هي اللي معطيته هاي النيجاتيف تشارج. فبما انه النيوكليوتايدز نيجاتيفلي تشارجد والدي ان اي من ايش بيتكون من نيوكليوتايدز مرتبطه مع بعض اذا الدي ان اي شو شحنته نيجاتيف عشان هيك الدي ان اي او الار ان اي شو بنسميها بنسميها نيوكليك اسيدز هي اسيديك بسبب ايش بسبب النيجاتيف تشارج اللي معطيتها الفوسفيت للنيوكليوتايدز. طيب هلا لو نفكر بالموضوع احنا حكينا انه ايش حكينا انه هاي النيوكليوتايدز اللي بتكون كليتها نيجاتيفلي كل النيوكليوتايدز نيجاتيفلي تشارج هاي حكينا النيوكليوتايدز ترتبط مع بعض وبتكون بتكون التشين. طيب هلا كل النيوكليوتايدز نيجاتيفلي تشارج واحنا بنعرف انه بيصير في عنا المفروض الشحنات المتشابهه بيصير بيناتها ايش تنافر ريبولجن. فاذا مثلا بما انه الدي ان اي هو عباره عن نيوكليوتايدز مصفوفه جنب بعض وهي كلها نيوكليوتايدز نيجاتيفلي تشارج معناها ايش معناها راح تاثر على الاستابيليتي تاعت الدي ان اي انه راح يكون في ريبولجن بين البيسك يونتس اللي مكونه هذا البوليمر. فكيف نحل هاي المشكله انه كيف يعني كل النيوكليوتايدز نيجاتيفلي تشارج وبيكون عندنا ستيبل دي ان اي لانه بالوضع الطبيعي دي ان اي اكيد ستيبل لانه شيء جدا مهم بجسم الانسان فهو ستيبل ستيبل ليش عشان يكون فانكشنال. فكيف انحلت هاي المشكله وحافظنا على الستابيليتي هاي تاعت الدي ان اي على الرغم من انه كل البيسك يونتس مكونته نيجاتيف تشارجز وما صار بيناتهم ريبولجن وي ستابيلايز ذا دي ان اي باي ادينج يا اما بوزيتيفلي تشارجد ايونز مثل ال NA بلس او MG بلس 2 هاي البوزيتيف تشارجز تيجي بترتبط مع النيجاتيف تشارجز او بيبتايدز. بيبتايدز شو يعني؟ يعني عباره عن امينو اسيدز مرتبطه مع بعض مكونين لنا تشين بنسميها اللي هي البيبتايدز. بيبتايدز هاي بتكون عليها positively charged side chains يعني الأمينو أسيدز اللي مكونة هاي البيبتايدز بيكون عليها positive charged side chains وبتيجي هاي البيبتايدز بترتبط مع الدي ان اي. أو مثلا باليوكاريوتيك دي ان اي فقط باليوكاريوتس مش بالبروكاريوتس اليوكاريوتيك دي ان اي بيكون مرتبط فيه يعني هو هيك بتكوينه لما اجي اطلع على اليوكاريوتيك دي ان اي بلاقيه مرتبط مع اشي اسمه هيستون. هذا الهيستون هو عبارة عن بروتين بوزيتيفلي يعني اوفر اول هو عليه شحنة موجبة بوزيتيفلي تشارجد بروتينز بيكون موجود بالسيل نيوكليس مرتبط مع اليوكاريوتيك دي ان اي ورح نتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل برضو اكتر. هلا حكينا من المكونات تاعت النيوكليوتايد اللي هي نيتروجين سبيس بيورين او بيريميدين. نتعرف اكتر على تكوينها. اذا النيتروجين سبيس نوعين يا اما بيورين يا اما بيريميدين. شو هم شو تكوينهم؟ البيريميدين هي عباره عن سمول بيسز بتتكون من رينج وحده وبتكون حكينا مرتبطه على البنتوز شوجر. البنتوز شوجر من كربون رقم واحد عنده وهي بتكون مرتبطه من نيتروجين رقم واحد يعني مثلا هاي النيتروجينه هي اللي بتكون عامله مرتبطه وهاي كربون رقم 1 اللي بالبنتوز شوجر. طبعا البيراميدين في عنده ثلاث انواع عندنا سايتوسين وبكون موجود بالدي ان اي والار ان اي عادي بنلاقيه بالتنين. الثايمين سبيشاليزد فور دي ان اي ما بنلاقيه يعني بالار ان اي وهو كمان هذا فارق اخر من الفروقات اللي بين الدي ان اي والار ان اي غير عن البنتوز شوجر انه لما اشوف ثايمين معناها هذا دي ان اي ولما اشوف يوراسيل معناها هذا ار ان اي.
فالثيامين بالدي ان اي بيقابله يوراسيل بالار ان اي. البيورين عبارة عن تو رينجز، هو لارج بيس بتكون من تو رينجز، والنيتروجينة اللي بتكون مرتبطة مع الكربون رقم واحد بالبنتوز اللي هي نيتروجين نمبر 9. والبيورين هذا له بس نوعين، أدينين وجوانين، وطبعا التنين موجودين بالدي ان اي والار ان اي. فيعني بس البيسز اللي بتكون بس مختلفة اللي هي الثايمين واليوراسيل اللي هي البيراميدينز، والسيتوسين موجودة فيهم التنين. وبنلاحظ عشان نفرق بين البيورينز والبيراميدينز ان البيراميدين هي كلمة اكبر لكن البيس اصغر، هي سمول بيس وان رينج لكن كلمته اكبر، يعني عشان بس هي بس للحفظ يعني. والبيورين كلمة صغيرة لكنه لارج بيس تو رينجز، عشان نقدر نميز انه مين التو رينجز ومين الوان رينج، اللي كلمته صغيرة تو رينجز واللي كلمته كبيرة وان رينج العكس يعني. في عندنا مصطلح جديد اللي هو النيوكليو سايدز. شو بتختلف النيوكليو سايدز عن النيوكليوتايدز؟ نيوكليو سايدز هي عبارة عن البنتوز شجر مع البيس فقط. يعني مثلا احنا حكينا النيوكليوتايد هو عبارة عن بنتوز وبيس، نيتروجينس بيس وفوسفيت، هذا كوليته عبارة عن النيوكليوتايد. هلا لو جبنا الفوسفيتس هاي كوليتها الثلاث جبناها، شو بضل عندنا؟ البنتوز والبيز اللي هي بنسميها النيوكليوسايد. ولو ضفنا اول فوسفيت بصير ايش اسمه؟ نيوكليوسايد مونوفوسفيت، يعني نيوكليوسايد مرتبط عليه فوسفيت وحده اللي هو، او بنحكي عنه نيوكليوتايد. او مثلا لو كانت مرتبطه تو فوسفيت بنحكي نيوكليوسايد داي فوسفيت، او مثلا اذا كانت ثلاث نيوكليوسايد تراي فوسفيت. فهي يعني من تسميتها، يا اما بنحكي نيوكليوسايد مونوفوسفيت او نيوكليوتايد. يعني مثلا لو كان البيس هون اللي مرتبط بالشجر اللي هو الادينين، الادينين هو عبارة عن بيورين تو رينجز عليه، فلو كان هون مرتبط الادينين النيوكليوسايد تاعه اللي هو عبارة عن ادينين وبنتوز شجر اللي هو الادينوسين. الادينوسين هاد بس ارتبط بفوسفيت بنحكي عنه أدينوسين مونوفوسفيت أو أدينوسين دايفوسفيت أدينوسين ترايفوسفيت، وهو عبارة عن الأدينوسين مونوفوسفيت عبارة عن إيش؟ نيوكليوتايد. الأدينوسين لحاله عبارة عن إيش؟ نيوكليوسايد. طيب هلا إذا كان الشجر دي أوكسي رايبوز فشو بنحكي؟ بنذكر هذا الإشي بالتسمية. فمثلا حكينا إحنا أدينوسين مونوفوسفيت بنصير نحكي دي أوكسي أدينوسين مونوفوسفيت، دي أوكسي أدينوسين دايفوسفيت وهكذا. فلازم نذكر أنه يعني البنتوز هو رايبوز ولا دي أوكسي رايبوز. إذا ما حكينا إشي معناها رايبوز، إذا حكينا دي أوكسي معناها هذا دي أوكسي رايبوز. فهون توضيح للأسماء لما يرتبط كل نيتروجينس بيس مع الشجرز سواء كان بي بالدي أن إيه او بالار ان اي. يعني مثلا نجي نطلع هون، هاي عندنا الادينين نيتروجينس بيس هو المرتبط مع الشجر، فهاي عندنا الادينوسين مرتبط مع فوسفيت، وطبعا هون دي اوكسي ما في هون اكسجين على كربون نمبر 2. نيجي نطلع اذا شو الاشياء اللي نطلع عليها؟ بنطلع شو النيتروجينس بيس، وبنطلع ايش الكربون نمبر 2 هل هي اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد، وبنطلع انه مثلا عندنا 1 فوسفيت. فباجي احكي دي اوكسي ادينوسين اللي هي النيوكليوسايد مونوفوسفيت، دي اوكسي ادينوسين مونوفوسفيت. هون مثلا هاي جوانين فبحكي دي اوكسي جوانوسين مونوفوسفيت، هاي مثلا الثايميدين فبحكي دي اوكسي ثايميدين مونوفوسفيت، او هون السيتوسين دي اوكسي سايتيدين مونوفوسفيت. وطبعا هون ما رح نلاقي اليوراسيل، يعني مستحيل مثلا لما اجي انا اطلع على هاي الكربون الاقيها دي اوكسجينيتد، معناها مستحيل الاقي هون انه في عندنا يوراسيل. وعلى العكس عند الار ان اي، لما اجي اطلع هون على الكربون انها اوكسجينيتد، معناها مستحيل اطلع هون والاقي ثايمين، بلاقي ايش؟ يوراسيل اللي هي بنسميها اليوريدين مونوفوسفيت، ما في ديوكسيوريدين مونوفوسفيت، هي فقط يوريدين مونوفوسفيت. هلا لو اجينا نطلع على النيوكليوتايد هيك لحاله، هي مثلا عندنا هاد نيوكليوتايد، الكربونات اللي مكون الشجر مثلا نيجي لما نحكي عن رقم كربونه بالبنتوز شجر بنضيف لها برايم،
يعني مثلا كربون رقم 5 بالبنتوز نحكي عنها 5 برايم، هاي الإشارة تعني برايم، فلما أشوف برايم معناها هاي الكربونة اللي بالبنتوز شوغر، وهذا يعني البرايم أضيفت عشان نميز بين إنه مثلا أنا لما أحكي رقم 5 كربونة رقم 5 أميز إنه هل أنا بحكي عن كربونة رقم 5 الموجودة بالنيتروجين سبيس ولا اللي بالبنتوز، فلما أشوف برايم معناها هاي الكربونة رقم 5 اللي بالبنتوز. حكينا عن النيوكليوتايدز، كيف كل نيوكليوتايد كيف بتكون، شو النيتروجين سبيسز اللي بتكونه وما إلى ذلك. هلا بدنا نحكي هاي النيوكليوتايدز كيف ترتبط مع بعضها وبتكون لنا النيوكليك أسيد بوليمر. البوند اللي بتتكون بين النيوكليوتايدز بنسميها اللي هي فوسفو داي إستر بوند. فبيجي عندنا نيوكليوتايد، هاي النيوكليوتايد مع نيوكليوتايد آخر، هاي النيوكليوتايد آخر اللي بيكونوا لنا بناتهم اللي هي هاي الرابطة الفوسفو داي إستر بوند. بين إيش وإيش بالنيوكليوتايدز؟ بين كربونة رقم 3 اللي هي 3 برايم، يعني كربونة رقم 3 من البنتوز شوغر، مع الفوسفيت اللي هو مرتبط اصلا على 5 برايم of the next nucleotide. يعني هذا النيوكليوتايد من بيرتبط من 3 برايم، وهذا النيوكليوتايد بيرتبط من الفوسفيت اللي على 5 برايم تاعته. فبتكون بناتها اللي هي الفوسفودايستر بوند، وهاي الفوسفودايستر بوند بتكون 3 برايم 5 برايم فوسفودايستر بوند. وهذا الاشي كتير مهم انها تكون هاي الفوسفودايستر بوند 3 برايم 5 برايم. في عنا بتكوين البوليمر تاع النيوكليك اسيد في عنا اشي اسمه الدايركشناليتي تاعته، انه في اتجاه معين لازم تتبعه هاي النيوكليوتايد بتكوين البوليمر. يعني شو؟ يعني هون هاي عنا هاد النيوكليوتايد عادي هيك لحاله وبده يتكون عنا هلا الدي ان ايه. النيوكليوتايد هاد في عليه هون الفايف برايم تيرمينس اللي هي يعني التيرمينال اند تاعته من جهه الفايف برايم كربون، كربون اللي الكربون اللي عليها الفوسفيت، هاي لسه بتكون فري مش مرتبطه مع حدا. وفي عنا 3 برايم تيرمينس بتكون. فشو بصير لما اجي انا بدي اضيف عليه نيوكليوتايد؟ وين بضيفه؟ ما بضيفه وين؟ بضيفه على 3 برايم تاعته. فبجيب هذا النيوكليوتايد وبيرتبط باستخدام الفايف برايم تاعته على ال 3 برايم. بعدين فبتضلها ال 5 برايم فري، فهذا هو اول نيوكليوتايد. بعدين هذا النيوكليوتايد بصير عندنا 2 نيوكليوتايدز مرتبطه مع بعض، بدي اجي اعمل الونجيشن اضيف كمان نيوكليوتايد. وين بضيفه؟ هل بضيفه على ال 5 برايم تيرمينس ولا بضيفه على ال 3 برايم تيرمينس اللي هون؟ لانه هذول التنتين خلص صاروا ال 2 نيوكليوتايدز مرتبطين مع بعض، صار في عندنا 5 برايم تيرمينس و 3 برايم تيرمينس لإلهم. فوين بضيف؟ هون ولا هون؟ لا بضيف هون، ما بضيف هون، هاي بتضلها فري ال 5 برايم. فباجي على ال 3 برايم بضيف كمان نيوكليوتايد، طبعا من وين؟ من ال 5 برايم تاعته، من الفوسفيت اللي على ال 5 برايم. فبصير عندنا 3 نيوكليوتايد. باجي بدي اعمل كمان الونجيشن، بضيف وين؟ بضيف على 3 برايم، 5 برايم ما بقرب لها، خلص هاي بتضلها فري وما بضيف، يعني ما بجيب هون نيوكليوتايد بربطه من 3 برايم تاعته، لا بضلني اضيف بهاي الدايركشناليتي. فبيضل عندنا مثلا هون ربطنا 4 نيوكليوتايدز، هاي في عندنا هون ال 3 برايم تيرمينس، هاي هون ال 3 برايم كربون مش مرتبط عليها إشي. ولو بدي اعمل الونجيشن بجيب من هون بضيف دائما الاضافه وين؟ على ال 3 برايم تيرمينس وليس على ال 5 برايم تيرمينس. فاذا وهاي دي دايركشناليتي بتفيدنا لما نيجي بدنا نسمي النيوكليك اسيد بوليمر. فايش يعني مثلا انا لما اجي بدي اسمي بدي احكي شو النيوكليوتايدز اللي مكونيته؟ يعني مثلا باجي بحكي انه والله البوليمر اللي عندي هو عباره عن ثايمين، سايتوسين، جوانين، ادينين، ثايمين وهكذا. باجي بدي ارتب يعني النيوكليوتايدز جنب بعض اللي مكونيته. فمن وين ابلش؟ هل ابلش تسميه من عند ال 3 برايم ولا ابلش من عند ال 5 برايم؟ اكيد بدي ابلش من عند ال 5 برايم، لانه ايش؟ لانه الاضافه بتتم على ال 3 برايم، فانا قاعده بضيف من هون تحت. اذا اول واحد انضاف هو مين؟ هو الاقرب لل 5 برايم تيرمينس. فاقرب نيوكليوتايد لل 5 برايم تيرمينس هو الفيرست نيوكليوتايد بالبوليمر،
والسبسيكوينت لإله الثاني هو الثاني نيوكليوتايد وهكذا. فلو هذا البوليمر اللي نشأ عندي اللي بيتكون من 4 نيوكليوتايدز بدي أسميه كيف بسميه؟ بحكي ثايمين جوانين سايتوسين أدينين وهكذا. ما بحكي أدينين سايتوسين جوانين ثايمين، لا بحكي ثايمين جوانين سايتوسين أدينين. الاتجاه التسمية من وين؟ من الفايف برايم للثري برايم وليس العكس. وطبعا لما اجي بدي اسمي يا اما مثلا لما اجي احكي مثلا ثايمين جوانين سيتوسين ادينين يا اما بكتبهم كتابه، يعني بكتب ثايمين شحطه جوانين شحطه وهكذا، يا اما بكتب بس احرفهم الاولى، يعني مثلا بكتب تي جي سي اي، هاي تعني انه عندي هذا البوليمر اللي بيتكون من ثايمين اول نيوكليوتايد بعدين جوانين بعدين سيتوسين بعدين ادينين. طبعا عادي القراءة from left to right، يعني انا مثلا لو كاتبة يعني مثلا نيجي هاي هون GACAT معناها شو الفيرست نيوكليوتايد؟ جوانين. شو اللاست نيوكليوتايد؟ ثايمين. من from left to right. وطبعا اذا كان عنا طبعا يعني انا بالبداية كيف بدي اميز انه هذا البوليمر هو DNA ولا RNA؟ بتطلع على البنتوز. اذا كان deoxygenated على carbon number 2 اذا DNA، اذا كان اوكسجينيت معناها ار ان اي. فمثلا لو نيجي نطلع على هاد، هاد شو الفرق بينه وبين هاد؟ هذا ار ان اي لانه كربون نمبر 2 عليها او اتش، وهذا دي ان اي لانه كربون نمبر 2 ما عليها او اتش، فهذا دي ان اي وهذا ار ان اي. ولو كان دي ان اي فبدي احكي هذا الاشي، يا اما بحكي انه والله يعني مثلا باجي بدي اسمي بحكي والله انا عندي دي ان اي تسميته جي اي سي اي تي، معناها انا بدي استنتج انه الجي اي سي اي تي هاي دي اوكسجينيتد دي اوكسيريبوز. او مثلا بحكي مثلا قبل الجي اي سي اي تي بحط حرف دي، حرف الدي هذا يعني دي اوكسي. او مثلا بحكي دي اوكسي جي دي اوكسي اي دي اوكسي سي دي اوكسي اي دي اوكسي تي وهكذا. فبنستخدم ال الاسهل طريقه اللي هي مثلا نحكي انه عندنا دي ان اي مولكيول جي اي سي اي تي وهكذا، يعني احنا بنكون عارفين بالبداية انه دي ان اي مولكيول. فمثلا هاد تسميته شو؟ هاد تسميته اي سي جي يو. هاد شو تسميته؟ هاد تسميته دي مثلا وبنفتح قوسين تي جي سي اي. وطبعا من الاشياء حكينا اللي بتميز بين الدي ان اي والار ان اي انه هون عندنا بالار ان اي شو؟ يوراسيل، وهون عندنا شو؟ ثايمين. طبعا اذا لقينا كان في عندنا مثلا الكربون نمبر 2 دي اوكسجينيتد، هل ممكن الاقي يوراسيل؟ حكينا لا، لكن في بعض الاحيان ممكن الاقي يوراسيل وهاي بتكون ميوتيشن، يعني صار عندي ميوتيشن خلل بالريبليكيشن او اي خلل معين صار ادى الى انه تكون في عندنا يوراسيل بالدي ان اي. لكن بالوضع الطبيعي لما الاقي يوراسيل معناها this is most probably انه ار ان اي ومش دي ان اي. إذا لما أنا ألاقي مكتوب دي جي معناها في عندي نيوكليوتايد الجوانين وهو دي أوكسي ريبوز. فالليتر دي to indicate a deoxyribonucleotide residue. إذا لحد الآن كنا نحكي عن تفاصيل الدي إن إيه ستراكشر، حكينا أول إشي عن النيوكليوتايدز اللي هي الوحدة البنائية للبوليمر تاعه، حكينا شو البونز اللي بتتكون بيناتهم، ولا رح نحكي عن الدي إن إيه ستراكشر ككل. انه بعد ما كوننا البوليمر ارتبطت وسوى بوندز بين النيوكليوتايدز، كيف الاستراكشر تاعه؟ لو نيجي نطلع على الدي ان اي، الاستراكشر تاع الدي ان اي بيكون دبل ستراندد هيدروجين بوندد بين البيسز اوف اوبوزيت ستراندز. كيف يعني؟ نيجي للموضوع بالتفصيل. اول اشي نيجي لخاصيه من الدي ان اي ستراكشر. بدايه الدي ان اي ستراكشر بيحكي لنا انه في عنده سبيسيفيك بيس بيرنج و complementary. شو يعني؟ يعني نيجي نطلع هون بيكون في عنا 2 strands للدي ان اي، يعني بيكون في عنا هون polymer يعني nucleotides مرتبطة مع بعض، وهون بيكون في عنا polymer. بيجوا هدول ال 2 polymers بدهم يرتبطوا مع يعملوا بيناتهم bonds ويكونوا لني الدي ان اي، فبيصير بيناتهم hydrogen bonds. يعني كل نيوكليوتايد بالبوليمر اللي هون رح يعمل هيدروجين بوند مع النيوكليوتايد اللي بيقابله من الستراند الثانية. فهذا الحكي اللي هو الهيدروجين بوندينج بين الاوبوزيت نيوكليوتايد على الاوبوزيت ستراندز، هاي بنسميها بيس بيرنج. انه النيتروجينس بيسز، نيتروجينس بيس اللي هون
بيعمل هيدروجين بوند مع النيتروجين سبيس اللي هون. فالهيدروجين بوندز بتصير بين النيتروجين سبيسز وبنسميها بيس بيرنج بين الستراندز اللي بتكون الدي ان اي دبل هيليكس، لانه حكينا انه دبل هيليكس. هلا هاي البيس بيرنج بتكون سبيسيفيك، يعني بيكون في عنا بصير في عنا الهيدروجين بوندز بين A اللي هو الأدينين مع الثايمين، بيكون فيها 2 هيدروجين بوندز. إذا الأدينين مع الثايمين بيكونوا 2 هيدروجين بوندز. لو نيجي للجوانين والسيتوسين، الجوانين بيعمل 3 هيدروجين بوندز مع السيتوسين. فالهيدروجين بوندز هاي دقيقة، يعني إنه مثلا هاي الأكسجين بده تعمل بوند مع هاي النيتروجين مع هاي الهيدروجين، وهاي الهيدروجين بده يعمل هيدروجين بوند مع النيتروجين، وهكذا. فهو specific و complementary، يعني ال A بس ترتبط مع ال T ما بترتبط مع اشي تاني، وال G بس ترتبط مع ال C. يعني ما بلاقي C مرتبط مع A او G مرتبط مع T، وكلهم بيكون ال purine مرتبط مع pyrimidine. يعني ما في purine مع purine او pyrimidine مع pyrimidine، لا. هاي عنا هون ال purine اللي هو الأدينين مرتبط مع ال pyrimidine هاد، وهون عندنا البيورين مرتبط مع بيراميدين. فبيورين مع بيراميدين، وبالاخص A مع T و G مع C. ال A مع T بتعمل 2 هيدروجين بوندز، وال G مع C بتعمل 3 هيدروجين بوندز. وحكينا انه دبل هيليكس. دبل هيليكس يعني بيكون يعني دبل ستراندد موليكيول، يعني 2 ستراندز. يعني في عندي هاي الستراند الخضراء مع هاي الستراند البرتقالية انتروين اراوند ايتش اذر، يعني بيلفوا حوالين بعض على شكل اللي هي هيليكس، بيعملوا لي دبل هيليكس. دبل لأنها دبل ستراند، وهيليكس لأنها على شكل هيليكس تلتف. وطبعا هاي الهيليكس it's not a perfect helix. ايش يعني مش perfect؟ يعني فيها grooves. الgrooves اللي هي هاي، يعني مثلا هذا اللي بيكون هون وهذا اللي بيكون هون، هذا بنسميه grooves. وفي عنا minor groove وعنا major groove. major groove اللي هي الكبيرة، minor groove اللي هي الصغيرة. وترتيبهم كيف بيكون؟ بيكون في عنا هاي مثلا نيجي نطلع على هذا السايد، بيكون عنا ميجر جروف يتبعها تحتيها ماينر جروف، تحتيها ميجر جروف ماينر، وهكذا. فالميجر يتبعها ماينر. وبرضو لو نيجي نطلع بهذا الاتجاه، الميجر جروف هون بيقابلها ماينر جروف، مثلا الميجر جروف هون بيقابلها ماينر جروف، وهكذا. وحكينا احنا انه في عنا بروتينز ترتبط مع الدي ان اي عشان تحافظ على الاستابيليتي تاعته. هاي البروتينز مثلا الهيستونز باليوكاريوتس، بتيجي هاي الهيستونز ترتبط على الميجر جروف، تيجي البروتينز تحط حالها على هذا الميجر جروف ترتبط فيه. برضو من خصائص الدي ان اي ستراكشر انه انتي بارالل. شو يعني انتي بارالل؟ يعني لو نيجي نطلع على التو ستراندز اللي مكونه الدبل هيليكس، راح الاقي مثلا لو اجي اطلع على هاي الانز تاعته، راح الاقي انه هاي بتكون 5 برايم وهاي بتكون 3 برايم. لو اجي اطلع هون، هاي الدي ان اي هيليكس الخضراء هاي بلشت من هنا 5 برايم، وهاي هون عندها 3 برايم تاعتها، وهاي على العكس بتكون 5 برايم، فعكس بعض. يعني ال1 اند الدبل هيليكس بتكون في عندنا ستراند 5 برايم، والستراند اللي بتقابلها بتكون 3 برايم. طبعا هذا الحكي لا يعني انه هاي الستراند مثلا انها بلشت من ال 3 برايم، عادي. يعني الستراند البرتقالية بتبلش من هون اللي هي ال 5 برايم تاعتها، والستراند الخضراء بتبلش من هون اللي هي ال 5 برايم تاعتها، لانه حكينا عن ال directionality انه الاضافة بتكون من ال 5 برايم ل 3 برايم. لما اجي اسمي بسمي من 5 برايم ل 3 برايم. فهون مثلا لو اجدي اسمي هاي بسميها من الفايف برايم عادي من هون، وهي بسميها عادي من هون، فالدايركشناليتي ثابته. لكن انه لما يجوا الستراندز يرتبطوا مع بعض بيكونوا انتي بارالل، يعني جهه الفايف برايم ترتبط مع جهه الثري برايم من الستراند اللي بتقابلها. حكينا عنه انه ستيبل، وبرضه فليكسبل. فليكسبل يعني بقدر اني اثني، كان بي بنت. هلا الدي ان اي بالستركشر تاعه اللي حكينا عنه، الانتي بارالل والستيبل والفليكسبل والدبل هيليكس والكومبلمنتري، هاي كليتها في له فورمز. في له بي دي ان اي، اي دي ان اي، زد دي ان اي، بيناتهم فروقات بسيطه، لكن بيضلوا بالكاركترستكس اللي حكينا عنها ثابته بكل الفورمز، انها كومبلمنتري ودبل هيليكس، وهاي الكاركترستكس هاي موجودة بكل الفورمز. لكن الفورمز هاي بتختلف عن بعض بشغلات بسيطة. شو هي؟ بداية الـ BDNA
البي دي ان اي هو البرنسيبال فورم اوف دي ان اي، يعني لما اجي اطلع على يعني دي ان اي بوضعه الطبيعي المتعارف عليه بيكون بهذا الفورم، عامل هذا الفورم اللي هو البي دي ان اي. هذا البي دي ان اي كيف بيكون الفورم تاعه؟ اللي هو اول اشي بيكون نحكي عنه انه رايت هاندد. شو يعني رايت هاندد؟ زي ما حكينا عند البروتينز، يعني مثلا لو اجي اطلع هاي واحكي عنها انها رايت هاندد، يعني لو اجي اطلع على هاي الستراند اطلع هون من تحت واشوف هاي الستراند لوين متجهة، متجهة لليمين لافة، وبعدين بتروح بتلف لورا. لو اجي اطلع عليها من ورا بلاقي انها برضو لافة لليمين، بعدين اجي اطلع عليها هون من قدام صارت قدام، وين رايحة لافة؟ رايحة برضو باتجاه اليمين. ولو اجي اطلع برضو على الاذر ستراند بتكون بدايتها مبلشة من ورا، اجي اطلع عليها من ورا رايحة لليمين، هي صارت هلأ قدام، من قدام لو اجي اطلع عليها وين رايحة باي اتجاه؟ برضو رايحة لليمين. فلو من اي جهة بتطلع عليه واشوف الستراند جهتها وين رايحة وين لافة بلاقي انها رايحة على اليمين، فبحكي عنها انها رايت هاندد. في عندها 10 بيس بيرز بير تيرن، يعني كل لفة بلاقي فيها 10 بيس، يعني في 10 بيسز مرتبطين مع بعض بيكون عند كل لفة عاملها. والبيس بيرز بتكون بيربنديكولر. هلا الـ ADNA بيكون في عنده 11 بيس بيرز بير تيرن، وبتكون البيس بيرز فيها بناتها انجل، يعني من هون بتكون بيربنديكولر هون بناتها انجل، مور تيلتد بتكون اللي هو هاب، وبرضه رايت هاندد، وبيكون وايدر ذان بي دي ان اي. يعني بنلاحظ هون هاي العرض تاعه اكبر من تاع البي دي ان اي. هلا حكينا البي دي ان اي هو البرنسيبال فورم، يعني اللي بلاقيه بالوضع الطبيعي بيكون الدي ان اي اللي هو على شكل بي دي ان اي. لكن الاي دي ان اي متى بيكون موجود؟ متى الدي ان اي بيتشكل على هذا الشكل اللي هو الاي دي ان اي؟ لما يكون بحالات الدي ان اي ار ان اي هايبريد مولكيولز او الار ان اي ار ان اي هايبريد مولكيولز. الدي ان اي ار ان اي هايبريد مولكيولز اللي هي لما يكون في عنا ترانسكريبشن، حكينا الترانسكريبشن اللي هو من دي ان اي لار ان اي، فبهاي الحالات لما يصير في عنا ترانسكريبشن من دي ان اي لار ان اي، هاي الدي ان اي ار ان اي هايبريد مولكيولز، يعني لما تكون الار ان اي مرتبطه مع الدي ان اي وقاعد بيصير عنا ترانسكريبشن بيتخذ الدي ان اي شكل الاي دي ان اي. والار ان اي ار ان اي هايبريد مولكيولز هاي بتكون موجوده بالفيروسات، وموجوده لما المسنجر ار ان اي بيرتبط مع المايكرو ار ان اي، ورح نحكي عن انواعهم اكثر لبعدين. الزد دي ان اي زي هو زجزاج شيبد، بيكون بالبدايه ليفت هاندد، يعني لو نطلع على هاي الستراند الزرقاء اللي من قدام بنلاقيها رايحه على الشمال، بعدين صارت ورا، لو نطلع عليها من ورا برضه رايحه على الشمال، وبرضه هاي الستراند نفس الحكي، باجي اطلع عليها هي من ورا هلا بتكون رايحة على الشمال لو طلعنا عليها من ورا، بعدين صارت قدام لو اجي اطلع عليها برضو رايحة على جهة الشمال. هذا الزد دي ان اي بيكون في عنده 12 base pairs per turn و narrower than بي دي ان اي، فهذا وايدر، هذا وايدر، وهذا narrower. متى بلاقي هذا الزد دي ان اي؟ متى الدي ان اي بيتشكل على هذا الشكل؟ اللي هو لما يكون في عنا alternating purine and pyrimidine and sequences with methylated C cytosine. يعني لما يكون الـ DNA sequence مثلا GT 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 GT، يعني purine pyrimidine purine pyrimidine purine pyrimidine نفسه GT 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 مثلا، هذا الـ sequence بالـ DNA لما أجي أطلع عليه رح ألاقي إنه عامل الـ ZDNA الـ Z structure. وبرضه لما يكون في عنا sequences بيكون فيها ميثيليتد سايتوسين، يعني السايتوسين نيتروجين سبيس اللي هو السايتوسين الموجود على النيوكليوتايد بيكون مضاف عليه مثل، فهاي الميثيليتد سايتوسين البيسز هاي السيكونسز اللي بيكون فيها هاي الميثيليتد سايتوسين بتكون برضو ماخده الزيجزاج شيب اللي هي الزد ستراكشر. اذا الدي ان اي له ديفرنت ستراكشرز حسب الانفايرمنت الموجود فيها والسيكونس اللي فيها. الزد دي ان اي بيعتمد على السيكونس، والاي دي ان اي حسب انه مثلا الهايبريد بالهايبريد مولكيولز، فحسب الانفايرمنت وحسب السيكونس ممكن انه الدي ان اي يغير من الاستراكشر تاعه. ما يضل رايت هاندد و 10 بيس بيرز بير تيرن والبرنسبل فورمات، ممكن يتغير لاي او لزد. هلا بدنا نحكي عن الدي ان اي اللي موجود باليوكاريوتس. باليوكاريوتس الدي ان اي بيكون مختلف شوي عن البروكاريوتس. باليوكاريوتس الدي ان اي بيكون طوله
بالسنجل سيل، كل خلية الدي ان اي اللي فيها بيكون طوله مترين، يعني طويل جدا. فلازم يكون في عنا يعني طريقة تخزينه تكون بحيث انه يكون packaged organized، بحيث انه يعني يكون يوسع هاي 2 meters بorganized way بالسيل نيوكليوس. فشو بيكون عنا؟ حكينا باليوكاريوتس الدي ان اي بيكون coiled اللي هي السوبر كويلينج تاعه، وبيكون بعدين بيتشكل على شكل كروموزوم. فهاي السوبر كويلينج بتحافظ to package the large DNA and regulate gene activity. فليش الدي ان اي coiled؟ عشان نعمل له packaging، انه لانه هو large، لانه طوله مترين، وبرضه بعملية الريجوليشن للجين اكتيفيتي اللي هي العمليات المختلفة اللي بتصير للجينات، برضه مهمة السوبر كولينج هاي مهمة لها بالريجوليشن، هي ريجوليشن ميثود. برضه حكينا كمان شغلة ان اليوكاريوتيك دي ان اي بيكون مرتبط مع هيستونز اللي هي البوزيتيفلي تشارجد بروتينز. هاي الهيستونز معناها بوزيتيفلي تشارجد بروتينز، هي ريتش ان لايسين اند ارجينين. لايسين وارجينين هم positive عندهم positive side chains، amino acids with positive side chains. فهاي الهستونز بتكون rich فيها. لو نيجي نطلع هون، هاي الأشياء النهدية هي عبارة عن الهستونز، واللي ملتف حواليها هي عبارة عن ال DNA. فبعدين بيكون عندنا هلا ال DNA double helix بيجي بلف حوالين الهستون بهذا الشكل، هي single هستون. بيروح ال DNA بلف حواليه زي هيك، وبعدين بلف حوالين عدة هستون موليكيولز، حوالين عدة هستونز. بعدين بهذا الشكل اللي هو دي ان اي موليكيول مع البروتينز اللي مرتبط فيها، هذا الشكل هو لسه مش عامل السوبر كوينينج ومش مكون الكروموزوم، بحكي عنه كروماتين. فالكروماتين هو دي ان اي موليكيول زائد البروتينز اللي مرتبط فيها. بعدين هذا الكروماتين لما الهستونز كلها shrink together in a more organized way اللي هي super coiling اللي حكينا عنه، بشكلنا بعدين اللي هو الكروموزوم. فالكروماتين اللي هو قبل ما يصير، قبل ما الهستونز shrink together ويصير عنا super coiling، بعد ما يصير super coiling بسميه كروموزوم. لو نيجي بدنا نطلع على الطريقة اللي مرتبط فيها الهستون مع DNA، وفي عنا عدة مصطلحات بهذا الموضوع. بالبداية لو بدنا نيجي نحكي عن الستركشر تاع الهستون بروتين، هلا الهستون هو عبارة عن group of 8 proteins، هو عبارة عن octamer. octamer يعني فيه 8 proteins. يعني لو نيجي نطلع هون، هاي في عنا هون هاي يعني كل واحدة من هذول هي عبارة عن بروتين وأسماءها، اللي هي في عنا H2A H2B H3 H4. هذول الأربعة في منهم doublets، يعني في عندي تنين من ال H2A وتنين من ال H2B وتنين من ال H3 وتنين من ال H4. هذول الثمانية بيكونوا هيك مع بعض مرتبطين، هذول الثمان بروتينز بتكون مرتبطة مع بعض وبتشكل لي الهستون بروتين كور. فإيش بصير؟ هذا الهستون بروتين كور بيجي عليه الدي ان اي، بيرتبط حواليه، يعني مثلا نيجي نطلع هون، هي هذا الاصفر اللي هو الهستون بروتين كور، بيجي الدي ان اي هيك بيلتف حواليه بهاي الطريقه، وبعدين في بضل عندنا دي ان اي سيكونس. هاي السيكونس بتكون بنسميها فري دي ان اي، يعني ما بتكون مرتبطه بالهستون، بعدين بتكمل ترتبط بهستون اخر، بعدين في عندنا فري دي ان اي، بعدين هستون اخر وهكذا. فهيك الدي ان اي ستراند كليتها بترتبط باكثر من هستون، وبين كل دي ان اي سيكونس مرتبطه بهستون والدي ان اي سيكونس اللي مرتبطه بهستون بعديها، في بيناتهم ايش؟ فري دي ان اي. طيب هلا احنا حكينا من البروتينز اللي بالهستون بروتين كور، حكينا في H2 و H3 و H4. ليش ما في عندنا H1؟ في عندنا H1، لكن هاي H1 ما بتكون بالهستون بروتين كور، بتكون لها وظيفه اخرى اللي هي هاي. شو بتعمل؟ هي عباره عن لوك، يعني بتثبت الدي ان اي على الهستون بروتين كور. يعني بتيجي هي مثلا، اجى هذا الدي ان اي لف حوالين الهستون بروتين كور وكمل، هذا ال H1 بيكون bound to the octamer اللي هو الهستون بروتين كور، بنسميه الاوكتامر لانه بيتكون من 8 proteins، والراب دي ان اي فبيجي بيرتبط بالدي ان اي وبالاوكتامر عشان يثبتهم على بعض، وتكون يعني هاي اللفه تاعت الدي ان اي حوالين الهستون بروتين كور
تضلها ثابتة وستيبل. فإذا عنا H1 واللي هو اللوك اللي بيثبت ال DNA على الأكتمر، وعنا H2A H2B H3 H4 اللي بتكون الهيستون بروتين كور اللي لافف حواليها ال DNA. وحكينا انه الهيستون positively charged، ليش؟ عشان تحافظ على stability تعملي charge neutralization لأنها positive وال DNA negative، وعشان برضو كمان هذا الحكي بيسهل ال DNA interaction. طب لو نيجي بدنا نحكي عن، في عنا عدة مصطلحات عشان نسهل تسمية كل جزء من هاي الارتباط اللي بيصير بين DNA والهيستون. يعني لو أجي بدي أطلع هذا الجزء، جزء DNA اللي مرتبط بالهيستون، لأنه حكينا في جزئين، في جزء مش مرتبط اللي هو الفري DNA وجزء مرتبط. الجزء المرتبط هذا بحكي عنه كروماتوزوم، فالكروماتوزوم اللي هو الهيستون بروتين كور والDNA اللي ملفوف حواليه، والفري DNA اللي مش مرتبط بنسميه لينكر DNA. لينكر DNA ليش؟ لأنه بيربط اتلينكس بين الأكتمر DNA complexes. يعني هاي في عندي أكتمر DNA complex اللي هو الكروماتوزوم، وهاي another كروماتوزوم. هذول التو كروماتوزومز بناتها شو بيوصلها، يعني شو بيربط بناتها، اللي هي اللينكر DNA اللي هي spacer region. نحكي عنها spacer يعني عامل space، يعني هاي complex space وهكذا، فهي spacer linker DNA. طيب هلا في عنا كمان مصطلح اللي هو النيوكليوزوم. شو هي النيوكليوزوم؟ هي عبارة عن الكروماتوزوم مع اللينكر DNA اللي جنبيه. يعني كروماتوزوم زائد لينكر DNA بيعطيني نيوكليوزوم. فهذا عندي نيوكليوزوم كروماتوزوم زائد لينكر DNA، وهذا عندي نيوكليوزوم اللي هو كروماتوزوم زائد لينكر DNA، وهذا مع اللينكر DNA اللي رح تكون جنبيه رح يشكل لي نيوكليوزوم. فكل كروماتوزوم مع لينكر DNA بحكي عنه نيوكليوزوم. Light absorbance of nucleic acids. هلا النيوكليك اسيدز حكينا انه اللي بيكونها اللي هي النيوكليوتايدز. النيوكليوتايدز اللي هي بتكون اللي فيها النيتروجين سبيسز، والنيتروجين سبيسز نحكي عنها اروماتيك. اروماتيك يعني لما احكي عن ايش اروماتيك انه فيه رينج، يعني بتكون الستراكشر تاعه يعني له رينج ستراكشر. فهاي الاروماتيك بيرمدينز اند بيورينز كان ابزورب يو في لايت، يعني بما انه عنده رينج ستراكشر معناها it has the ability to absorb light at UV range. إذا الـ DNA اللي رح تكونه هاي الـ aromatic pyrimidines and purines رح يكون عنده هاي الـ ability to absorb light. إذا الـ nucleic acids can absorb light at UV range، وهذا الإشي أصلا هو السبب لأنه الـ DNA ببين colorless. يعني لما نيجي نطلع عليه رح نشوف أنه ما إله لون. ليش؟ لأنه في إله لون عند الـ UV range. It absorbs light at the UV range. هلأ نيجي نطلع هون، هاي الجراف بتوضح لنا اللايت ابزوربنس اوف دي ان اي. في عنا هاي اللي هي دبل ستراند دي ان اي، يعني لما تكون التو ستراندز مرتبطه مع بعض وعملت لي دبل هيليكس، او سنجل ستراند بس ستراند واحده مش عامله هيدروجين بوند مع ستراند تانية. لاحظ انه اعلى نقطه اللي هي البيك ابزوربنس بتكون وين؟ عند ال 260. فهذا الاكس اكسس بيوضح لنا الويف لينث تاعه اليو في لايت. فالبيك ابزوربنس بتكون عند ال 260 نانومتر ويف لينث. طيب هلا هذا الاشي اللي هو انه الدي ان اي بيقدر انه يمتص اللايت، بقدر استخدمه يكون ادفانتج تو كالكوليت ذا كونسنتريشن او اماونت اوف دي ان اي ان ا سوليوشن باي ميجرينج هاو ماتش لايت از ابزوربد. يعني انا لو في انا عندي سوليوشن فيه دي ان اي، بدي اعرف قديش في عندي الكونسنتريشن للدي ان اي بهذا السوليوشن، بعرضه لللايت وبشوف قديش من هذا اللايت تم امتصاصه، بقدر اعرف قديش في عندي دي ان اي بهذا السوليوشن. لو نيجي نشوف بيحكي لنا انه الابزوربنس اوف نيوكليك اسيدز ات 260 نانومترز از كونستانت، يعني دائما 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 عند الويف لينث 260 الكونسنتريشن للدي ان اي اللي بيمتص هاي ال 260 ثابت نفس الكونسنتريشن. هاي المعلومه بقدر استخدمها لما اجي بدي اعرف انا قديش في عندي كونسنتريشن. يعني انا عارفه قديش الويف لينث لللايت اللي انا معرضه وكم يونت عندي من هذا اللايت. يعني مثلا بالوضع الطبيعي احنا بنحكي عن بيكون في عندنا
1 يونت من هذا اللايت، 1 يونت من 260 نانومتر. فمثلا اذا تم امتصاص اللايت كامل، هاي ال1 يونت كليتها تم امتصاصها، فمثلا عندي، فباجي بحكي لو كان في عندي دبل ستراندد دي ان ايه، هاي الدي اس يعني دبل ستراندد والاس اس يعني سنجل ستراندد، فباجي بحكي لو كان في عندي سوليوشن فيه دبل ستراندد دي ان ايه وعرضته ل1 يونت اوف 260 نانومترز اوف لايت وتم امتصاص هذا الضوء كليته، معناها في عندي 50 مايكروغرام بير مليليتر دي ان اي، يعني هذا انا هون عرفت الدي ان اي كونسنتريشن. مثلا السنجل ستراند دي ان اي بحتاج منه 30 مايكروغرام بير مليليتر عشان امتص ال1 يونت اوف 260. السنجل ستراند ار ان اي بحتاج منه 40 مايكروغرام بير مليليتر تو ابزورب ذس سيم اماونت اوف لايت. يعني انا هاي المعلومه بقدر استخدمها باني اعرف الكونسنتريشن، بما انه هذول ثوابت فبقدر استخدمها بالمسائل التطبيقيه. طب هلا لو نيجي بدنا نتطلع هون، حكينا انا بدي 50 مايكروغرام بير مليليتر عشان يتم امتصاص ال1 يونت اوف 260 نانومتر، وهون بحتاج 30 مايكروغرام بير مليليتر من السنجل ستراند دي ان اي عشان امتص نفس الاماونت، وبرضه بحتاج ل 40 مايكروغرام بير مليليتر من السنجل ستراند ار ان اي عشان امتص نفس الاماونت. فلو اجي بدي اسال انو واحد منهم بين الدبل ستراند دي ان اي والسنجل ستراند دي ان اي والسنجل ستراند ار ان اي، اي واحد منهم عنده اكبر قدره انه يمتص اللايت؟ نيجي نتطلع نحكي انه السنجل ستراند دي ان اي. ليش؟ لانه انا بحتاج اقل كميه من السنجل ستراند دي ان اي عشان امتص اللايت. يعني هون انا بس احتجت يعني بس 30 مايكروغرام بير مليليتر قدروا يمتصوا هالكميه، لكن مثلا هون بالدبل ستراند دي ان اي لا، احتجت كميه اكبر عشان اقدر امتص نفس الكميه. فهون السنجل ستراند دي ان اي عنده قدره اكبر على الامتصاص. طيب ليش؟ ليش السنجل ستراندد اكثر؟ لانه السنجل ستراندد دي ان اي النيتروجين سبيس بتاعته مو عامله هيدروجين بوندز مع نيتروجين سبيس الثانيه، فبتكون اكسبوزد اكثر لللايت، فبيكون عندها بقدر اجيب منها بس 30 مايكروغرام وتمتص اللايت. لكن بالدبل ستراندد دي ان اي بتكون نيتروجين سبيس عامله بوندز بيناتها، فبتكون ليس اكسبوزد، فانا بحتاج منها كونسنتريشن اكثر عشان اخليها تقدر تمتص نفس الاماونت اوف لايت. طيب مثلا لو في عندي سوليوشن اوف دبل ستراندد دي ان اي، تمام، هذا الدبل ستراندد دي ان اي ابزوربز هالف ا يونت اوف لايت، يعني انا عرضت له ال 1 يونت اوف مثلا 260 نانومتر، تم امتصاص فقط نص اللايت، معناها شو؟ معناها عندي نص الكونسنتريشن، يعني عندي 25 مايكروغرام بير مليليتر. اذا انا هون قدرت اعرف قديش في عندي كونسنتريشن بالسوليوشن، لانه بما انه تم امتصاص نص اللايت اللي انا حطيته وهو بالوضع الطبيعي ال1 يونت بيمتصه 50 مايكروغرام، طب النص يونت قديش بيمتصه؟ نص ال50 اللي هي 25 مايكروغرام. طيب سؤال تاني بحكي لنا هون، what is the concentration of a double stranded DNA sample diluted at 1:10 and the A260 is 0.1. يعني في عندي برضو double stranded DNA عملنا dilution لإله لأنه كانت concentration تاعته عالية، وهي dilution factor، وعرضنا له 0.1 unit of light، مش 1 unit كاملة، لا 0.1 فقط. قديش concentration؟ عشان أحل هذا السؤال بالبدايه بدنا نشوف، هلا طبعا بما انه تم عملنا له ديليوشن فاحنا بدنا نطلع الكونسنتريشن للديليوتد سامبل، لانه انا عندي الاماونت اوف لايت اللي امتصها الديليوتد سامبل مش السامبل الاصليه. فانا اول شيء بدي اطلع الاماونت اوف الكونسنتريشن تاع الديليوتد سامبل، وبعدين بحوله باستخدام الديليوتينج فاكتور للكونسنتريشن الاصلي. طب هلا الديليوتد سامبل حكالي انه امتص 0.1، طيب نيجي نعمل نسبه وتناسب، شو بحكي؟ بحكي طيب هلا ال1 يونت اوف لايت بيمتصه 50 مايكروغرام، طب ال0.1 قديش بيمتصه؟ نعمل نسبه تناسب نضرب 0.1 ب 50 بيطلع لنا 5، الكونسنتريشن اوف ديليوتد سامبل بتكون
5 مايكروغرام بير مليليتر. اذا احتاجت انا ل 5 مايكروغرام بير مليليتر عشان امتص 0.1 يونت. طيب هذا بعد ما عملت له ديليوشن. لو بدي اعرف طب الاصلي الكونسنتريشن الاصلي تاعه كم، باجي بحكي بضربه الخمسة بعشرة اللي هي الديليوتينج فاكتور، خمسة بعشرة اللي هي 50. فاذا الكونسنتريشن الاصلي اللي هو 50 مايكروغرام بير ملي ليتر. فانا بهاي الطريقة عن طريق اللايت ابزوربنس الخاصية تاعت النيوكليك اسيد بقدر اعرف قديش في عندي كونسنتريشن اوف دي ان اي ان ا سوليوشن. ومن الاشياء او الخصائص للدي ان اي موليكيول اللي هي الديناتشوريشن. حكينا عن الديناتشوريشن قبل عند البروتينز، وحكينا انه لما يصير في عنا ديناتشوريشن للبروتينز معناها البروتين رح يخسر التاشر ستراكشر تاعه. هون برضو نفس الاشي، الدي ان اي ديناتشوريشن رح يخسر هون الدبل هيليكس ستراكشر تاعه، يعني راح يصير في عنا separation، ببطل double stranded، راح يصير في عنا separation بين two strands تاعت DNA molecule. حكينا اللي بيربط two strands مع بعض هي hydrogen bonds. فالdenaturation هو عبارة عن تكسير هاي hydrogen bonds اللي بتكون بين two strands اللي هي non-covalent bonds. إذا denaturation للDNA هي تكسير non-covalent bonds hydrogen bonds بين two strands، مما يؤدي إلى separation of the two DNA strands using heat or other factors رح نحكي عنها. هلا الفكرة هون إنه إحنا وإحنا عم نزيد درجة الحرارة على ال DNA، فجأة رح يبلش ال two strands رح يبلشوا ينفصلوا عن بعض. هاي هون هاي عنا two strands، بلشت هاي المنطقة انفصلت عن بعض. بعدين كل ما إحنا قاعدين منزيد درجة الحرارة بيزيد السيكونسز اللي قاعد تنفصل عن بعض. فهون بنلاحظ انه الديناتشوريشن اللي هي السيبريشن بيصير جراديولي، يعني مش هيك فجأة التو ستراندز كومبليتلي سيبريت فروم ايتش اذر، لا جراديولي سيبريت فروم ايتش اذر. بعدين بيصير ديناتشورد سنجل ستراندز اوف دي ان اي. هلا الانتقال من الدبل ستراندد دي ان اي لتو ستراندز سيبريتد اوف دي ان اي بيكون في بناته اللي هي ميلتينج تمبريتشر او الترانزيشن تمبريتشر، اللي هي درجه الحراره اللي بيكون عندها نص الدي ان اي سنجل ستراندد ونص الدي ان اي دبل ستراندد، يعني نصه مفصول ونصه لسه مش مفصول. يعني نطلع هون هي بتكون هون عندنا الميلتينج تمبريتشر، هي هون اللي هي بيكون لسه نصه مفصول ونصه لسه مش مفصول. طيب شو الاشياء اللي بتاثر على الميلتينج تمبريتشر هاي؟ هلا اذا زادت الميلتينج تمبريتشر معناها رح يكون، يعني معناها الديناتشوريشن تاعه رح يكون ابطا او اصعب، ولما تقل رح يكون الديناتشوريشن اسهل. فشو الاشياء اللي بتاثر على الميلتينج تمبريتشر؟ بدايه الهيدروجين بوندز. هلا بما انه الديناتشوريشن هو عباره عن تكسير الهيدروجين بوندز هاي، فمنطقيا كل ما زادت الهيدروجين بوندز رح تزيد الميلتينج تمبريتشر هاي، لانه احنا رح نحتاج لا يعني لقوه اكثر او لتمبريتشر اعلى عشان نفصل هاي الستراندز عن بعض. عندنا كمان اللينث تاع الدي ان اي، كل ما زاد طول الدي ان اي معناها شو اللي بيزيد؟ قاعد بيزيد الهيدروجين بوندز. زادت الهيدروجين بوندز معناها رح تزيد الميلتينج تمبريتشر، رح يكون اصعب انه نعمل ديناتشوريشن. جي سي بيرز، حكينا الهيدروجين بوند اللي بتكون بين الجوانين والسيتوسين بتكون 3 هيدروجين بوندز، لكن بينما بين الادينين والثايمين بتكون 2 هيدروجين بوندز. فمين اللي عنده هيدروجين بوندز اكثر؟ اللي هي الجي سي. فبما انه الجي سي بيرز عندها هيدروجين بوندز اكثر معناها رح تكون الميلتينج تمبريتشر اعلى، فالسيكونسز اللي بيكون فيها جي سي بيرز اعلى معناها رح يكون فيها رح تكون الميلتينج تمبريتشر تاعتها اعلى. البي اتش، البي اتش بتاثر على التشارج، فلما نغير البي اتش رح يكون مثلا ويصير مثلا الدي ان اي مور ايونايزبل اند مور انستابل، يعني مثلا عليه نيجاتيف تشارجز اعلى. فلما تصير على نيجاتيف تشارجز اعلى معناها الميلتينج تمبريتشر راح تقل. فاحنا لما نزيد البي اتش معناها احنا قاعدين بنقلل الهيدروجين اللي بالسوليوشن، معناها راح يكون الدي ان اي مور نيجاتيفلي تشارج لانه
يعني لما يكون في عنا بروتونز أقل معناها رح يكون في فرصة أقل لهي البروتونز إنها ترتبط مع النيجاتيف تشارجز، معناها رح يكون مور نيجاتيفلي تشارجد مور أنستيبل، معناها رح تقل الميلتينج تمبريتشر، رح يكون أسهل إني أفك هاي الستراندز عن بعض. السولتس اند ايونز حكينا انه مثلا الدي ان اي عشان اعمله مور ستيبل انا بضيف عليه بوزيتيف بوزيتيفلي تشارجد ايونز عشان اخليه مور ستيبل، فاضافه البوزيتيفلي تشارجد ايونز بتخليه مور ستيبل فبتزيد الميلتينج تمبريتشر، بصير اصعب اني اعمل له ديناتوريشن. بينما لو قلت هاي البوزيتيفلي تشارجد ايونز رح يكون الميلتينج تمبريتشر اقل، والنيجاتيفلي تشارجد ايونز ما بتاثر لانه النيجاتيفلي تشارجد ايونز ما يعني رح تكون رح تبتعد عن الدي ان اي لانه الدي ان اي نيجاتيفلي تشارج، فهي اصلا يعني ما بترتبط مع الدي ان اي فما لها اي تاثير على الميلتينج تمبريتشر. برضو في عنا دي ستابلايزنج ايجنتس، يعني ايجنتس متخصصه انها تكسر هاي الهيدروجين بونز فبتقلل يعني وجودها بيقلل الميلتينج تمبريتشر لانها بتسهل عمليه الديناتوريشن.